كل من التحق بنا في الجزء الثاني من برنامج الويكاند. خلينا نعاود نرحب بضيفي اللي مشرفيني في البلاتو. دونك نبداو مدام اسماء حسونه نوتر كوتش. مرحبا بك مدام. سيما فاطمه. صافا دونك انت قلتي حكيت راني على روحي حكيت على سابوتا. اما هاني معاكم. نرحبوا بالدكتور شكيب الليمولي اخصائي في طب النساء والمساعده على الانجاب خاصه. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم، كل عام وانتم بخير. يعيشك سيدي كل عام حي بخير. اليوم نحكيو على حاجه مهمه برشا اللي هي التجميل في المناطق الحساسه بالنسبه للنساء. برشا شنقول لك كيفاش ونحكيو في المواضيع هذه ما يعرفوش انه برشا ماشي كيف نجم تصير في جراء الحكايه هذه ماكا ولا دكتور. صحيح. دونك باش نشوفوا مع الدكتور بعد شويه شنو هما العمليات هذوما وشكون يتعاملوا. مرحبا بك مره اخرى وفاء البولاهمي. مرحبا بكم الكل، يعيشك. اليوم معنا ديزاستوس وفاء. مازالوا يستناو فيا عندكم استوس ان شاء الله من بعد تاع ديكوراسيون باش نوريكم كيفاش تعملوا مرايه ديكوراتيف ياسر مزيانه. ايه وي، وبحذانا صاحب البرنامج سي رستم بوهليل. مرحبا بك سي رستم. جا نهارك طيب. يعيشك. ان شاء الله عامك ديما مبروك. امين يا ربي اجمعين. رغم قلناها مع بعضنا وعدينا ليله راس العام مع بعضنا. اي. ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير والناس الكل والشيف سامي. اها. الشيف سامي ديجا باش نعطيوه الكلمه، تفضل سامي. مشكوره فاطمه، مرحبا بضيوفنا في البارتي 2. احنا باش نعملوا توا الحاجه الحلوه بالطبيعه بامضاء سمارت شيف كما قلت لكم قبيله، باش نعملوا الكيك بالبرقدين ومن بعد باش نزينوه بالمعجون من عند سيكام اللي هو بالكرموس نتاع الجبه. كالعاده البريباراسيون سهله، نستحقوا جوست البريباراسيون نتاعنا معها 100 مليلتر من الحليب طبيعه بارد، كعبتين عظم، و 100 غرام سواء مارغرين ولا زبده. مالوريزمون توا الزبده ماهيش موجوده برشا، دونك سمارت شيف تسهل علينا. هذوما الكل باش نخلطوهم، باش نبداو بفيتيس ضعيفه من الاول. كيما تشوفوا اللون حتى الريحه نتاع البرقدين بدات تطلع. جوست 3 دقائق نحركوهم، نبداو نقويو شويه بالفيتيس لين نحصلوا على ان ميلونج هوموجين. هذا اللي باش نحطوه في المولا كيك بالطبيعه نتاعنا، باش ندهنوه بشويه زبده ولا نحطوا فيه بابي كويسون المده معناتها بين 35-45 دقيقة والفور 180-185 درجة. ومن بعد بالطبيعه نخرجوه من الاول الديمولاج باش يصير من بعد درجين لين يبرد شويه، ومن بعد بالطبيعه نقصوه سواء من الفوق نزينوه ولا نقصوه دي ترانش ومن بعد نحطوا فوقه المعجون. انتم بالطبيعه كيفاش تحبوا. دونك انا باش نكمل نخلط ومن بعد نحط في المول ومن بعد نرجع بالطبيعه لبقيه الوصفات. ميرسي شيف، يعطيك الصحه. خلينا تويكا نحكيوا مع دكتور مولهي على عمليه التجميل بالنسبه للمراه في ليزون انتيم. هات الساعه قبل دكتور حتى ما نحكيوا على شنو العمليات، نحكيوا اهميه العمليات هذه في حياه المراه وحياه الاسره عموما معنا. والله هو في الحقيقه هي من الاول انا بديت نتخيلها كان جراحه التجميل على خاطر في المصحه اللي نشتغل فيها كان عندنا برشا لو توريزم ميديكال وكانوا برشا اجانب بيجيو يقوموا بعمليه التجميل، وفي نفس الوقت زملائي نتاع جراحه التجميل كانوا يطلبوا منا باش نقوم بعمليات بالنسبه للمهبل كيما تضييق المهبل يتسموها ريتريسيسمون فاجينال، وكانوا برشا انجليز دونك يتسمى لو تايتينغ فاجينال. وكان فما ساعات يقولوا لي شكيب نحبوا راهو نعملوا بليفاغو بلاستي. انا تو باش نقول لك لسامي من بعد نرجع لك على حاجه الحقيقه كنت نعملهم ساعة، مي كنت نسخايل اللي تجميل وبر تجميل برا، واللي هما في بعض النساء اللي تشيخش ادخل ايديال ولا لا فام بوبي تو سا يكل ماذا بيها تبدا من نواحي الكل مريقله. ومن بعد في بعض الحالات فلقيت فما اكثر دوموند نتاع توانسه ساعه ساعه تجي دوموند تاع توانسه تقول لك راني متقلق انا في حياتي الزوجيه ولا حتى لين نهار فما واحده جاتني في العياده وبدات تحكي لي كلمه على الاشكاليات اللي عندها بالنسبه للعلاقه الزوجيه نتاعها. وصلت حتى لما بارل دو لا بيرت دو ليستيم دو سوا، معناها ما عادش عند تحس روح عندها قيمه، واللي كانت معناها تتهرب من الحياه الزوجيه خاطر عندها شويه تبول في وقت العلاقه الجنسيه، وفما ساعات فما حس على خاطر المهبل نتاعها ولا عريض شويه.
ومن وقت الحقيقة ولينا نهتم أكثر بالحالة هذه وبالحالات هذوما متاع التقلقات اللي يجيو يشكيو منهم النساء بالنسبة لجراحة المهبل. هذاك هو كيفاش بدأت الحكاية. نحن نعرفوا اللي المرأة في حياتها عندها برشا تغييرات. بالضبط. التغييرات الأولية ناتجة عن الحمل والولادة. الولادات نسمي لي بار لي فوا ناتوريل بصفة طبيعية تخلي برشا إشكاليات بالنسبة للحوض وبالنسبة لغشاء الحوض وبالنسبة للمسكولاتور نتاع الحوض ويصير برشا ارتخاء في الغشاء الحوض. الحاجة الثانية تغيير الميزان اللي نحن نسخيلوها ما عندها حتى تأثير، ما هو كي المرأة تسمن وتضعف ساعات ناتجة عن ولادة ولا ناتجة عن حاجات أخرين يصير زادة بيرت دو لاماس مسكولير دونك يصير ارتخاء في الحوض. فما حاجة أخرى الهرمونات اللي هما مهمين برشا واللي نعرفوا خاصة بعد سن اليأس أن تنقص ليزوستروجين دونك باش يصير تقلقات زادة كيما فما للجلدة وللعظام والمشاكل القلبية، فما مشاكل بالنسبة للمهبل والسكون أبل لاباري جينيتو يورينير معناها للمثانة والمخرج نتاع التبول. يا اخي جاوا عملوا عمليات التجميل هذه اللي هي انواع في بالي يا دكتور. خلينا نزيد نحكي لك معناها كيفاش التغيرات. دونك التغيرات هذوما بالنسبه للميزان ولا الولادات والا الهرمونات تاثر بصفه كبيره على لاباري جينيتال سيكسويل دو لا فام اللي هما ينجم يصير ارتخاء في المهبل. اي ينجم ارتخاء في عضلات المهبل اللي هما سكون ابيل لي ليغامون لي موسكل غولفور دو لانوس. لا ميكوز بيدا معناها الغشاء الداخلي نتاع المهبل ساعات مع العمر يشيح تنقص الالاستيسيتي نتاعو خاطر ما عادش فما الهرمونات اللازمه باش تقعد فما الالاستيسيتي. الفتحه نتاع الفرج زاد بيدها تولي مفتوحه معناها ما عادش متسكره. لي غروند ليفر لي بتيت ليفر معناها اللي هما اللي يعملوا الفرج بالنسبه للمراه مع العمر ساعات يضعفوا يتنحى ما عادش فما فك الرولييف القشره تكحال فما لي بتيت ليفر زاد يضعفوا ساعات يكونوا تري ديفلوبي ينجموا يقلقوا المراه يولي فما تسلس بو وتنجم تمشي الحكايه حتى للسكون ابيل لو برولابسوس معناها الفتق بالنسبه لزاباري جينيتال اللي مش نحكيو عليهم نحن اليوم. دوك المراه على شنو تجي تعدي هي المكثره؟ تجي تعدي خاطر تحس عندها ارتخاء. تولي عندها ارتخاء، تولي عندها تقلق في الحياه الزوجيه. رجل يجي يقول ما عادش العلاقه الزوجيه ما عادش كيما قبل. فما ساعات حتى بعض حس في العلاقه الزوجيه اللي يقلق المراه ويقلق الزوجه الزوج. فما زاد التهابات تصير ساعات بما انه فتحه المهبل تولت محلوله دونك فما اكثر اكسبوزيسيون للزانفيكسيون. مع المينوبوز البيهاش نتاع المهبل يتبدل واللي فما التهابات فما ديزانفيكسيون كو سوا اورينير ولا فاجينال فما زاد تحس بالحكان تحس بالشياح فما حتى ساعات نزيف في العلاقات الزوجيه واوجاع في العلاقات الزوجيه. هذوما اكثر حاجات اللي يخليو النساء تجي تعدي. مي فما زاد حاجات مش وظيفيه عمليات تجميليه. هما العمليات بالنسبه لزون انتيم زوز انواع. فما الجراحي اللي تحقوا تطلب جراح. تدخل جراحي وفما الاخرين اللي هما يا اما سكون ابيل لي كومبلومون بالحقن كيما ليبوفينيك معناها لما نحطوا الدهون نتاع المراه والا البي ار بي والاسيد يولورينيك اللي هو البوتوكس تونجيوم. اما زاد فما توا نستعملوا اللازير برشا بالنسبه لل تضييق المهبل يظهر تضييق المهبل يعطيك الصحة. شنو ما الجراحة ساعة؟ بالنسبة للجراح زوز عمليات كبار هما أكثر وحدات نعملهم اللي هما تضييق المهبل ويتسمى بالسوري لا كولبو بيرينيوغرافي بوستيريور كما قلنا مع الولادات ولا حتى ساعات مرأة تكون مولودة والدة كان بسيزاريان مع العلاقة مع تغيير الوزن وكل شيء يصير في ارتخاء في المهبل ارتخاء في لي موسكل اسونسيال ما قلنا لي دو موسكل غولفور دو لانوس اللي هما يعطيو معناها المهبل يكون الشكل ويكون مكبوس. خاصه مكبوس. الشيء تقلق في العلاقات الجنسيه
دونك في الحاله هذه نعمل جراحه سكون ابل لا كولبو بيرينيوغرافي بوستيريور، هو يصير كبسين في لي ميسكل غولفور، خاطر زاد فما ما نتعداوش طول الجراح، فما لا ريدوكاسيون دو بيريني اللي نطلبوا نساء بعد الولادات انهم يعملوا لا ريدوكاسيون، معناها العلاج الطبيعي باش يخدموا العضلات اللي تقلقت من جراء الحمل والولاده، مش كان الحمل حتى النساء اللي تولد ساعات بسبب قيصريه فما تقلقات ناتجه على الهرمونات ولازمها تعمل لا ريدوكاسيون بوست ناتار، وهي تخدم لي ميسكل غولفور باش ترجع تكبس كيما العضلات بالنسبه للبطن، معناها لي كرون دغوا بالنسبه للمراه وقت اللي تبدا حبله 9 أشهر العضلات باش يتحلوا باش يصير لهم دي ميكرو ديشيرور، دونك نطلبوا منهم انهم يقوموا بالرياضه بعد الولادات، والحقيقه مش برشا توانسه يعملوه. صحيح. وما يحبوش عند شكون يعملوه؟ ما يحبوش عند لي كينيزي ثيرابيوت، نحن نوريهم فما رياضه تعمل ديريكتومون سكون ابيل لا ريدوكاسيون، مي في مكثرة الحالات زاد نبعثوا نساء، مي كيما تعرفوا الكل المراه التونسيه تو تخدم وعندها مشاغل في الدار وعندها، وخاصه فما سيغتان نيجليجونس. يظهر لهم اللي حاجه عاديه باش نسوي هذا باش نقعد انا كل يوم نعمل في ريدوكاسيون وحكايه فارغه ومش ترجع لروحها تو نرجع ولا كيما كنا قبل. دونك التقلقات انه يصير كيما قلنا ارتخاء في المهبل، وكل الارتخاء هذا كي يولي يقلق المراه في حياتها العاديه خاطر ساعات حتى قاعده تقول لك راني نحس روحي مانيش مرتاحه، راني مرخوفه، راني معناها سي با اونيكمون فونكسيونيل بالنسبه للعلاقه الزوجيه، مي سي اون جين اللي تقلق المراه في حياتها اليوميه. دونك هذا يصير قلنا لا كولبو بيرينيوغرافي بوستيريور، هو نحسقوا لي ميسكل غولفور، نحيو الزايد من المهبل ومن بعد نعاودوا نسكروا فتحه المهبل باش ما تقعدش المهبل كما نراو ساعات المهبل يبدا محلول وينجم يقلق المراه من النواحي هذوما الكل. وينقص عليها ليزانفيكسيون اللي ساعات ما تعرفش حتى شنو السبب نتاعها. ينقص كي تبدا ما عادش الميكوز خارجه وكل شيء مسكر باش تنقص حاجه الواحد، اما هذا نقراو خاصه للكونفور بيرسونيل وبالنسبه للعلاقه الزوجيه. هذوما بالنسبه للجراح. الجراحه الثانيه اللي مطلوبه برشا هي جراحه نسميهم نحن لي بتيت ليفر. اللي هما مكتع في مدخل الفرج فما دو بتيت ليفر وفما دو غروند ليفر، ساعات في بعض النساء ولا مع العمر يترخفوا ويتيحوا وينجموا يقلقوا في القعدان ولا في المشي ولا حاجه، هذوك نجموا نعملوا سكون ابيل لابيا بلاستيا هيك التصوير قدامكم، هو نقصوا في بتيت ليفر هذوما باش ما عادش فما التقلق، يا اما ساعات ينجموا يقلقوا حتى في العلاقه الزوجيه خاطر يقلقوا العلاقه الزوجيه، دونك نقصوا منهم. والحقيقه في مكثره الحالات نساء يتنحى لهم المشكل هذايا. هذوما بالنسبه للجراح. بالنسبه توا لي كومبلومون يعطيك صحه لي زانجيكسيون، لي زانجيكسيون فما هذوما راهو خاصة اسونسيلمون تجميليين. ما هماش برشا فيهم وظيفة، نعرفوا زادة مع العمر مع الهرمونات وكل شيء البشرة ساعة في المناطق الحساسة باش تولي غامقة باش تضيع من لك الكلام تاعها وماك الواحد، ودوك برشا هما نساء يجي يقول لك والمكثرة نساء يقول لك لا راهو حاجة طبيعية هذيك كهو مع العمر مع الواحد، مي فما امكانيات باش تحسن كيما توا يعملوا باغ اكزومبل ليبوفيلينغ دو فيزاج اللي هو سواي ولا ليفتينغ دو فيزاج اللي هما يكبسوا في المناطق سورتو لي غروند ليفر، نجموا نعملوا سكون ابيل ليبوفيلينغ، هو ننجكتيو الدهون دونك من نفس المراه ناخذ الدهون نحسنوهم ونحطوهم، خاطر الدهون هذوما فيهم دهون ما فيهم زاده دي فاكتور اللي باش يعطيو ريجينيراسيون نتاع الجلده وترجع الجلده تبدا عندك الاسبي لويزون وفاتحه وكل شيء. الدهون زاد النجم هذوما الليبوفينينغ نستعملوهم في المهبل لما يكون ما فماش ارتخاء كبير للمهبل. وقت النجم نعملوا سكون ابل ليبوفينينغ دو فاجان اللي تنجم تكبس المهبل، مي هذه الحقيقه نتائجها معناها لازم لما يكون ارتخاء ضعيف ما يكونش ارتخاء كبير خاطر ما يعطيوش نتائج كبيره برشا برشا، تصغر في حجم المهبل ما مش حاجه كبيره. كيما فما لي ليبوفيلينغ فما لانجيكسيون دو بي ار بي
بي ار بي زاد كيما لافونتاج نتاع الليبوفيلينغ انه يدوم في الوقت. تقريبا تنقص شويه لك المودلاج اللي نرجعوا نعطيو الفوليوم للفرج نتاع المراه، اما يقعد في الوقت. بالكونترير نتاع لي زوتر برودوي اللي هما البي ار بي اللي لازم تعمل برشا مرات، مي لازم بعد عام تعاود تعملو يعطيو في نفس النتائج، اما المكثره الاخرين لازم تعاود تعملها. داكوردو هذوما بالنسبه للطرق هذوما نتاع لي مودلاج وسكون ابيل لي ليبوفيلينغ سواء البي ار بي ولا البوتوكس ولا قداش المراه التونسيه قاعده تقبل على الحاجات هذوما؟ وممكن مش نحكي تجميل بركه دكتور هنا، حتى ساعات المراه ما تعرفش انه ممكن مشاكلها ليزانفكسيون لي سرولها المشاكل الانكونفور اللي هي تعيشه اللي فيه حل، قداش واعيه المراه؟ الحقيقه النساء التونسيه ولات واعيه على خاطر فما برشا اشكاليه، تعرف انت توا نسب الطلاق كثرت برشا، ومن اسباب الطلاق راهو هما تقلق الحياه الجنسيه. هذه من المواضيع راهو اللي بعثونا معناتها زوز نساء في الباج الويكاند وقعنا تعملوا مزيان تحكي لنا في المواضيع هذه، على خاطر برشا نساء مش واعيات حتى من الامراض اللي كنت تحكي لنا فيهم اللي يصيروا ديزانفكسيون متعودين اللي هي معناتها ما تنجمش حتى تلبس حوايج عادي يا دكتور، خاطر فما ارتخاء اللي يصير واللي ما تعرفش اللي فيه حل. دونك باهي برشا انه حكينا فيها الموضوع. الحقيقه الطلبات كثرت، معناها فما برشا نساء تجي تقول راهو عندي ارتخاء في المهبل، هذا موجود برشا. الطلبات بالنسبه للليبوفيلينغ معناها للرومودلاج واحد اقل برشا، ما فماش برشا طلبات. اما بالنسبه للارتخاء نجم يقترح الدكتوره ولا الدكتور عنده الحق يقترح والا يقول لك لي كوميرسيال الحكايه؟ الحقيقه نحن مش نقترحوا، اما لما تبدا تسال ساعات خاطر فما نساء تجي تقول لك مباشره الاشكاليه نتاعها. اها وفما راهو يلزمك تعرف برشا نساء هذا ان سوجي تابو ما تحكيلكش، كيما تسلس البول ما تجيش المراه تقول لك راهو، اما تسال نساء في العياده متحقق اللي 20% تقول لك قي عندي تسلس البول، اما تخيلها حاجه لازم تعيش بها اللي هو لافويت ليزانكونتينونس يورينير الي فور اللي هو في حل. اللي هو في حل، اللي هو في حلول. دونك هذاك علاش راهو في وقت اللي تجيك راه حتى باش تتابع بصفه عاديه على بور لو ديبيستاج بور فير ان فروتي مع ديبيستاج دو كونسير دو كول ولا باش تعمل مراقبه واحد، نحن من واجبنا ان نسالوا ونشوفوا فماش تقلقات اللي هي متخبيه، خاطر ما يلزمش الدور نتاعنا يكون معناها جواب على سؤال برك. معقول. خاطر فما برشا حاجات اللي ما يتقالوش. بالضبط. خاصة في عيادة النساء أنه برشا نساء ساعات ما يجيوش يقولوا مباشرة الإشكالية نتاعهم، وهذاك علاش نحن لازم تسأل، ما مش تقول لها أنت كيفاش، لا تسأل اسكو فما تقلقات، اسكو الحياة الزوجية عادية، اسكو فهمت؟ تسأل باش تنجم تلقى معاها حل. في برشا نساء اون فوا بديت تحكي تقول لك راهو صحيح عندي اشكاليات وراهو هكا وهكا وعندي ارتخاء ولا متقلقه ولا راجلي ساعات يقول لي، اما برشا زاد نساء تجي تقول لك تو فهمتك، انا جيت نحب نضايق خاطر عندي اشكاليات من اللي ولدت ما رجعتش كيما كنت. فهمتك. وفي قداش المراه حتى بين بعضنا كي نجموا نحكيو فيهم المواضيع هذوما؟ انا شخصيا اول مره معناتها نتعرض للمواضيع هذه ما نحكيوش فيها حكايات كيف وما نقولوش القلق خاطر نحشمو، وزيد اكتشفت انه فما تقنيات وحاجات جديده عمري ما سمعت بها. صحيح. دونك فرصه انه حتى مع بعد في اونتوراجي باش واحد يسال ويوعي ويشوف، خاطر هاو قال لك برشا مشاكل وهي الحل موجود، ما غير احنا ما نعرفوش ما نسمعوش بهم الحكايات هذو ما نسمعوش على خاطر اي بالضبط. اسمع، هو مالوغوزمون فما دي سوجي تابو كيما حتى الحياه الجنسيه حكيت عليها برشا هنا على الانستغرام، خاطر كي نجي نشوف المشاكل نتاع الكوبلوات الكل ولا الاكثريه عندهم مشكله في الحياه الجنسيه. دونك انا فرحانه لان اليوم نحكيو في التلفزه على مواضيع هكا، خاطر اذا كان فما مشكله لازم نلقاو لها حل. دونك برافو ان توكا كان فما حلول، انا تعرفني اكثر في الحلول الطبيعيه واكثر في البريفونسيون على الريدوكاسيون كيما قلت انت من الاول، ابخي اللي عنده مشكله بالحق ومقلقته يفو الي فيغ لي سوليسيون. وحنا هذا الواجب نتاعنا معناتها كاعلاميين ولا غيره، ما فماش حاجه اسمها تابو قد ما هي تنجم تمررها بسلاسه وتوصل المعلومه للناس الكل، واللي عنده مشكل هذا ينجم يعرف على الاقل شكون يمشي هكا ولا رستم. حوايج كي هكا تشرفت ياسر بمعرفه الدكتور، خاصه
فسرهمنا خاطر احنا الثقافه نتاعنا الدينيه والاسلاميه تخلي الانسان يحشم باش يتكلم في الحوايج. حتى راجل مع مرته دي فوا اللي كيما كانوا يحكيوا تو توصل الحكايه تتلاق وما ينجموش يحكيوا لبعضهم. هذا هو. وقداش من حاله قاعده تصير في التلاق. بار كونتر فما الحلول الطبيه اللي كي هذه اللي بالحق الواحد حتى ستر العائله تتلمد العائله وفما حوايج بالحق اكسلونت معناها. يعطيك الصحه دكتور مولي. جست كنت حاب نزيد نحكي لك زاده على لازير خاطر تسمو جدا. باهي قول لنا حاجه على لازير قبل ما تعلموا به. يعطيك الصحه فما كما قلنا طرق الجراحه فما طرق لي كومبلومون معناها وفما زاده مانتنون برشا زاده يظل تسمع انه باللازير لتضييق المهبل. صحيح. بالنسبه يا اما التضييق المهب فما سكون ابل لازير فراكسيوني هذايا دونك سي ان لازير اللي تحط في المهبل ويعطي دونك دي 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 سبوت دو دينيرجي اللي هما يفون كريي سكون ابل اون نيو كولاجينوز ماك تعرف الجلده فيها الكولاجين كيما راهو في التصويره فوالا اي يا اون نيو كولاجينوز معناها الجلده باش كاين تعاود تعيش من جديد. هذايا اللازير فراكسيوني مهم برشا في حاجتين بالنسبه لاتروفي فاجينال معناها شيح المهبل بالنسبه للمراه بعد سن الياس لما تكون عندها مازالت علاقه وهي تتقلق في العلاقه الجنسيه. علاش خاطر المهبل تقريبا في القشره البرانيه نتاع المهبل فما سكون ابل لا ميكوز فاجينال فيها 15 ولا 20 كوش معناها طبقه نتاع خلايا. مع لاتروفي باش يقعدوا يمكن ثلاثة ولا أربعة. دونك هذاك علاش تبدا ساعات تجي تقول تبدا حتى تقول لك راهو متقلق ما نمشيش خاطر نبدا نتقلق نبدا نحك ولا عندي حكان ونبدا متقلقة بالكدا في لي زون انتيم تاعي في المقعد نتاعي ولا حاجة. هذاك ناتج على لاتروفي دو لاميكوز كيما قلنا زاد لاتروفي هذايا تعطي تقلقات كيما الشياح والحكة وكل شيء زادة تعطي ساعات نزيف وتعطي الالتهابات. اها. لو لازير اون كريون سكون ابل اون نيو كولاجينوز يعطي هما اللازير هذا فراكسوني الحقيقه ما بلاش بلاش بنش بلاش بلاش اوجاع ما يسحق حد شيء. لا سيونس اللي تري كورت معناها 10 15 دقيقه باش تعمل لا سيونس دو لازير لازم تقريبا 3 3 سيونس دو لازير ا ان موا دانترفال وفي مكثرة الحالات المراه تتحسن بالنسبه للتكستور نتاع نتاع المهبل نتاعها. تتحسن بالنسبه للالتهابات والتقلقات كما الحكه والشيح وكل شيء وتنجم زاده تتحسن اذا كان مازالت عندها علاقه زوجيه في عمر معين خاطر المينوبوز نجم تصير 45 سنه ساعات نجم تصير حتى قبل معناها مش نقولوا مينوبوز معناها 70 سنه ولا واحد يقولوا كيفاش معناها العمر هذا 50 لا مينوبوز نجم تجي 42 عام 45 عام سي فري في المعدل 50 52 مي ا 40 عام تنجم مينوبوز ا 45 عام 48 عام نجم المراه تتعرض للجراح المشاكل هذوما وبما ان اللونجيفيتي نتاع العباد كبرت وكل شيء معناها حتى 50 عام 55 عام حتى اكثر تنجم تكون فما علاقه عاديه وتقلقات هذم. ثانيا ينجم نستعملوه نحن في الغولاشمون فاجينال لما يكون فما شويه رخفه نجم نستعملوه خاطر كيما قلنا بيسكو يعطي كالنيو كالجينوس دونك باش ينجم يعطي زاده يتكبس فما شويه التحسن في النوعيه نتاع المهبل وزاده ينجم يحسن التسلس البول معناها لانكونتينونس يورينير الي فور شي سيغتان فام سي فري فما الهرمونات وفما ادويه اللي تحسن مي لازير بيدو عنده مكانته في التسلس البول لما يجي ناتج على سن الياس. معقول برشا. يعطيك الصحه دكتور مولهي. مرحبا بك. ميرسي على المعلومات هذه. خلينا احنا تويكا نمشيو السبوت الخاصه بانتر موبل. يا مريتي يا دلولة ماك تحب في المابل تكون انتي لولة هاوتر مابل في المواد المابل كالعادة مدلتنا وبالأسوام والتخفيضات محبلتنا في انتر مابل الأسوام والمدلات تكذب العين مرات.
سبوت الخاصة بانتر موبل اللي باقي مدلينا بالاسوام ولي برومو اللي موجودين تنجموا تدخلوا على السيت ويب نتاعهم الخاص اللي هو www.intermobile.com.tn ولا تمشوا تزورهم في 14 نقطة البيع الموجودة على كامل تراب الجمهورية ولا زاد عندهم السيت الخاص كل ما هو اوتليت دونك intermobile.outlet.com دونك تمشي وتختاروا عندهم على الأقل 1000 ارتيكل فيه دي برومو خلاف قلت لي برومو تلقاوهم ديما في لي معناتها لي بوان فونت الموجودين في 14 نقطة بيع. ميرسي بوكو انتر موبل على الدلال اللي تعملوه وتعطيونا فيه احنا كليونات عندكم. مازلنا مواصلين في كل ما هو ديكور وديزاستوس وحكايات هذاك علاش بحثنا وفل بولهمي اللي جابت لنا حاجة مزيانة خلاف انه ورثتم يخدم سيبور اليوم. مزينين البيع مزينين انت بيدك مزين البلاتو دونك وفل نعطيك الكلمة. باهي اوكي ميرسي دونك وميرسي رستم. هذه النتيجه هذه الميغوار اللي نشوفوا في برشا في المجازانات التوندونس للي ميغوار هذوما اللي هما ديكوراتيف وديما نحن نقولوا انه الميغوار لازم تكون موجوده في الدار خاطرها تكبر خاطرها تعطي ديما وهره وزينه تزيد عندها الاضافه للديكور بتاعنا. دونك جاتني فكره باش نعمل ميغوار سهله اي واحد ينجم يعملها تنجم تكون حتى للصغيرات هذيا تخليوها في صليعه يخدموها باحجام مختلفه. انا باش نعمل كعبه وبعد كل واحد كيفاش باش يعمل. باهي انا من الاول خذيت ميرسي رستم خذيت دونك بلاره مشيت البلارجي عادي قصيت وحده تاع 25 سنتي وكيما تشوفوا لهنا ظهر بتاعها انا سبقت باش نربح الوقت دونك قصيت كردونه باهي الباز بتاعها زايده سنتي داير ساير دونك كيما يشوفوا ما عرفش كيفاش قاعدين يوريو هكا فوالا دونك كيما تشوفوها دايره ساره باش من بعد انا ناخو هالكعابر هذوما اللوح اللي هما زاده كيف كيف موجودين باحجام مختلفه وبالوان مختلفه وحتى كان انت عندك ديكور مثلا في الدوغي في الارجنتي ولا عندك واحد هذوما راك تنجم تفرشهم وتدهنهم بكا البومب روتوش ويوليو عندك الالوان اللي انت تحب عليهم. انا اليوم مشيت في توسكي ناتورال خاطر هذاك التوندونس وهذايا اللي تمشي مع لي ستيل براتيكمون اللي في ديارنا الكل. دونك ساهل برشا كيما قلت لكم البلاره موجوده الفون تاعها اللي هي كردونه نتاع بيتزا قعدت دونك قصيت منها ولصقتها خذيت الكعابر هذوما خذيت ثلاثه انواع معناتها الصغار المتوسطين والكبار. اوكي وباش نبدا اللصق حاجه اخرى اللي باش نستعملوها هما هذوما لي زابيس لونغ يقولوا لهم ولا يشريوهم زاد حتى الاولياء للجلاس للصغيرات الصغيرات حتى في الروضه في المكتب يستعملوا فيهم كبراعات يدويه دونك موجودين. نجم نعطي حتى السومه الباكو ب 5000 معناتها ماهوش غالي. قداش من كعب؟ هو الباكو فيه 100 كعب. 100 مش 1000؟ لا لا الخساره 100 لكن تقعد لك باش تكمل تخدم بها حاجات اخرى. تستحقوا زاده خيط، الخيط هذايا تنجموا خيط اي نوع بتاع خيط خاطر باش تحسبوا لها حساب تنقبوها من هنا وتتعلق والا تلصقوه من تالي كيف كيف. ويعاونكم في التعليق بتاعها والبيستولي بتبيع البيستولي كول نحب ياسر نستعمل البيستولي ده على خاطر الكول بتاعه قويه تلصق بالقدا وما عادش تتنحى بشكيكه ما تخافش اللي هي كيسه تتقلع وهي متعلقه في الحيط. دونك نبداو سهل برشا نجي على الكعبه نحط جوست شويه هكايا كول ونجي لهنا ولصق ولازم تكون كردونه مش لوح مثلا نجم نجم انت تختار السيبور اللي انت تحب عليه اما انا ديما بحاجات عرفت الموجوده اللي قدامك اكزاكتومون وما تتكلفش باهي. دونك لصقت الكعبه الاولى بتاعي نجي للابيس لونغ هذه اللوحه هذه سميوها كيما تحبوا كيف كيف نجي نحط شويه كول لهنا ولصقها كيف هكايا ونقعد نستنى حتى اللي تشيح ما تخافوش معناتها لصقوا انت باش تقول كيفاش باش تمشي لي هكايا مشيش تجي متعوجه تو وحدها وحدها الكعبه هذيا فوالا وكي تحطوها بشويه بشويه تلقاوها ماشيه وتتدرج وبطريقه سهله برشا وماهيش صعيبه. دونك نجي للكعبه الثانيه كيف كيف نحط الكول هنا وشويه اللوطه غادي ونلصق الكعبه الثانيه بتاعي. المفيد كعبات صغار هما الباز مش الكبار مثلا الكعبات الصغار باهي تنجموا تعملوا كعبات كبار تنجموا علاش لا لكن باش تكون الديستانس بين اللوحه ولوحه كبيره ويلزمك من بعد تشوف حاجه ما اكبر وهو ذاك علاش نمشيو ديما بالتدرج خير.
لهنا زاد راهم ينجموا يتفلسفوا ويتفننوا اكثر راهو خاطر الدخلين ينجم يكون بال 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 بالخيط الخيط هذاك فما برشا برشا افكار نتاع دي ميغوار ديكوراتيف اللي نجموا نعملوهم في ديارنا وكما قلت المراه تعملهم الراجل كيف كيف كان هو بريكولور والا الصغيرات علاش لا دكتور مولي قداش انت تعمل بريكولاج في دارك ولا ولا تقول انت لاهي منا لا مش الحقيقه البريكولاج هذا مش اي حاجه تكسر في الدار تصلحها ولا كي تبدا حاجه سهله مش مع الوقت دونك تبدا ما جنينه هي ما البريكولاج مش برشا جنينه اسوما انا والاعمال اليدويه قصه كبيره لا الحقيقه مانيش مغرومه برشا جو بريفير نفكر ونخترع ونتحرك اي واحد مش مغروم اي مش مغروم اما سي مانيفيك هذا يظهر لي يمكن نعملها في الدار انا عندي في مع اسماء سنة من لي زوبجيكتيف تاعي باش نخليها تخدم كامل كل مره وانت ما وفاء فما اسماء معانا اكزاكتومون رستم من عشاق بريكولاج من اللي انا صغير شجعتني امي فيها شنو تصنع حاجات في كل شيء كل شيء كل شيء وقت توا معناها بالواحد كما نقولوا احنا بالمشاغل الدنيا واحد مع نقصت اما من قبل حتى من لي زاكواريوم نبدا واحد نعمل اكواريوم معناها عملت سارتان طون اكواريوم ستيل فيلا اها نعشق لا صح. نحب لي تريك هذوما في داري عندي برشا عندي كراج ما يدخل لي حد بريكولا اي هو ديجا رستم وانا قاعده نخدم قاعد يعطي فيا في افكار نتاع الليميير نتاع حاجات اصعب شويه في الاكزيكيوسيون لكن عنده الافكار تحفونا برشا نقعدوا نكملوا هكاك وفي حتى كي تحصلوا على جوستومون باش تقعدوا تكملوا هكاك وكيما شفتوا الريزولتا من بعد باش تلقاو الصفه الاولى هذه كلها كيما تشوفوا غاديكا تجيو من بعد للمتوسطين هذوما وتحطوهم في الوسط بالضبط بين الكعبه والكعبه باهي تنجموا تعملوها الكل تعبيوها والا تفلتوا تعملوا كعبتين هكا وتجيو اللي تخليوا الاسباس هذايا فارغ وتجيو اللي بعدهم لهنا الديسبوزيسيون كل واحد حر يعمل اللي يحب نجم تعمل كعبه نجم تعمل كعبتين ثلاثه نجم تشارجيها الكل لهنا انت واختيارك وانت ولا وين باش تمشي بيك الغرام والوقت اللي عندك ما تشدش برشا وقت هذايا راهو في صيف ساعه تكملوها دونك حكايه سهله على الاخر وكيما تشوفوا الريزلتا من بعد كي تتعلق تجي حاجه مزيانه الاحسن وهنا نصيحتي ليكم انكم تعملوا ثلاثه ديما في الديكوراسيون لي زارتيكل دو ديكوراسيون ناخذوهم باغ شيفر امبير ثلاثه خمسه سبعه دونك المتعارف ديما ثلاثه دونك تخوا ميغوار كيف نهكايا في نفس الكبر؟ لا مش في نفس الكبر مختلفين 20 25 تنجم تكون 30 هي اللي تجي في الوسط اللي توري وجهك كامل تنجم تتعدى تخزر وكل واحده تبدا بالزينه بتاعها مختلفه زادة كيف كيف مزيانة على خاطر السيميتري برشا برشا ما تقلق منها دونك تفننوا في انكم تشارجيوها وتعملوها كيما انتم ما تحبوا يعطيك الصحة وفاء البوليمي اللي ان شاء الله باش تكون كل اسبوع بحضنا بالزاستيوس هذوما دونك خلينا نمشيو لفقرة ال جي مع نزار النايفر مرحبا بكم في روبريك نزار النايفر باي ال جي برشا احداث وفينا بهم 2022 وبدينا بهم 2023 والاحداث هذوما اهمهم جراو في السعوديه. الحدث الاول هو انتقال سي ار 7 الى النصر السعودي والحدث الثاني اللي باش نحكيو عليه اليوم هو سهره راس السنه اللي جرات في الرياض. السهره هذه لمت ثله من اهم نجوم الفن العربي كما اليسا صابر باعي سلطان الطرب جورج بوصوف وغيرهم. لمتهم هذه الكل كانت حدث والايفينمون في السعوديه كان ايفينمون كبير. من هذا كله كوم واللي جرى فوق المسرح كان كوم تاني كما قال المصري خلينا نذكركم بالبرانسيب تاع السهرية السهرية اسمها تريو أرابيك نايتس معناتها كل مرة ثلاثة فنانين يطلعوا يغنيوا غناية تاع واحد فيهم ولا غناية معروفة والبطلة هذه السهرة كان بامتياز أصالة نصري والكلمة بتاعها هذه الكلمة اللي تغنت بها أصالة نصري هي أمان أمان اللي عودتها على طول السهرية كاملة في تريو هذية برك اللي شفتوه ما بينها هي لطيف العرفاوي وإنيسة عودتها أكثر من 20 مرة البطلة الثانية وميدالية التعبير الروحي ترجع بامتياز الإنيسة بتصور هذا مزوز بارك الله على إنيسة تحسها مش متيقرة جملة سهرية رأس السنة في الرياض
الميدانيه التعبير الروحي كما قلت لكم الاليسا. ميداليه اكثر فنانه ضايعه فيها ترجع زاده الاليسا اللي هزت الدوبلي. ميداليه توا التمقعير الروحي يرجع لشكون؟ يرجع للفنانه التونسيه لطيفه العرفاوي. تفرجوا معنا. ميدالية أكثر مغني كوميدي زعما لشكون؟ ترجع بهاء سلطان نشز اللي إليسا هي اللي ضحكت عليه. ميدالية الاختراع الموسيقي فما فنانة حابة تخترع درجة جديدة في سلم الموسيقي اللي هي ناول الزغبي. ما لقاتش بعد حابة تغني ما لقاش تبقى. ميدالية اللعب النظيف تتقسمها لطيفة العرفاوي وإليسا. ميدالية الفنان اللي ما يحبش يروح لدارهم ترجع للسلطان جورج وصوف. لين بها سلطان شد شعره بالفيديو هذه نمشي مع بعضنا توا سون ترانزيسيون الال جي. وتوا وقيت ال جي مع ريحاب كما كل جمعه. مرحبا بك ريحاب. عسلامة نزار. مرحبا. الحمد لله. اليوم باش نحكيو على برودوي جديد من ال جي اللي هو شنو؟ لي ريفريجيراتور ال جي. معناتها نحكيو اليوم على الفريجيدارات من عند ال جي. ظهر لي نلقاو لي ديمونسيون الكل. احكي لي على لي ديمونسيون موجودين. نلقاو اكثر من ريفيرونس واكثر من كاباسيتي. اه؟ اون فيت كيما عاودتنا نلقاو من الكبير للصغير. من الكبير للصغير كيما عاودتنا ال جي تخمم في لي بوزوان نتاع الناس الكل. نتاع الناس الكل. أيه. يظهر لي الفريجيدار ال جي كيما قلت لي بكري في الاوف اقتصاديه على الاخر. علاش اقتصاديه؟ فسرنا كيفاش؟ على خاطر تتميز بالكومبريسور سمارت انفرتر نتاعها. أيه؟ اللي توفر لنا 32% ايكونومي دانيرجي. ويظهر لي غارونتي قداش؟ 10 ans. غارونتي 10 سنين. 10 سنين على الكومبريسور نتاعها. على الكومبريسور معناتها تاخذ فريجيدار ال جي وتنساها مده 10 سنين مينيموم. هذاك مش اكثر حتى ديجا. أكثر. وانت قلت حتى اكثر، شوف مازال اكثر في فريجيدار ال جي باش تحكيوا عليه. اون فيت نزار الحاجه اللي تميز الفريجيدار ال جي الكومبريسور سمارت انفرتر اللي نلقاوه في الريفريجيراتور ال جي الكل. على خاطر ان كومبريسور انتيليجون يخدم اون فونكسيون شنو عنده دي برودوي موجودين لداخل وعليه هو يعدل لا تمبيراتور وزاد كيف كيف يخدم اون فونكسيون لا تمبيراتور اكستيريور اي انتيريور نتاع الريفريجيراتور نتاعنا. وهذا كل تلقاوه في الفريجيدارات ال جي ولي برودوي ال جي مازلنا باش نحكيو عليهم غدوه والاسابيع القادمه ان شاء الله. انا نزار نايفر نعطيكم رونديفو ان شاء الله غدوه نفس التوقيت نفس القناه. باي باي. هذه كانت فقرة ال جي امضاء نزار النايفر واحنا باقي قاعدين في في الديكور مع وليزاسيوس مع وفاء. خنمشيو بحذا الشيف سامي. مشكورة فاطمة تو نوصلوا للريسيت نتاعنا الاخرانية اللي هي لي بوم دو تير فارسي. انا اخترت زوز انواع فما الباتات دوس والبوم دو تير نتاعنا الكلاسيك. شنو عملت لهم؟ لفيتهم بابي كويسون ومن بعد الومنيوم وحطيتهم لمدة ساعة غير ربع في الفور 200 دغري لين سي معناتها طابوا اما بقشرتهم. دونك ناخذوا كعبة البطاطا نحكوها بالكدا 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 لين تنظاف ومن بعد نحطوها في الفور. كما قلت كما شفتوا لهنا قاولت شوية الوسطاني نتاعهم نحيته بالطبيعة ما لوحوش هذاك باش نستعمل للفارس نتاعي هو والباتات دوس. انا اخترت بالعاني زوز خاطر الباتات دوس حلوة والاخرى ماهيش حلوة برشا دونك باش يفوحوا بعضهم. دونك شنو زدت لهنا شوية كريم ليكيد البصل وبطبيعة باش نزيد شوية معدنوس ملح وفلفل أكحل وبطبيعة جبن مرياح هذا رابي موتزاريلا رابي توانا وباش ناخذ زادة دي ترونش من بعد باش نحطهم من الفوق على البطاطا نتاعي وباش نرجعها للفوق جوست على الجراتيناج وبطبيعة من بعد نسربها. دونك سي بون لهنا باش نزيدو سامحني كعب عظم نلم بها الفارس نتاعي وباش نحطها في وسط البطاطا وكيما تشوفوا لهنا باش نحط الموتزاريلا نتاعي من عند مريح ومن بعد باش
بيان سور احنا مريح مدللنا دونك عندنا بزيد جبن زيد جبن سورتو الموتزاريلا حطوها من فوق كما قلت لكم جست نحطها في الفور على الجراتيناج دونك حطوا الموتزاريلا في الوسط ونرجعوها للفور 200 حتى 200-220 دغري مدة ربيع ساعة من الفوق كان نجمو جست على الجراتيناج يذوب جبن ومن بعد نخرجوا بالطبيعة تسربيها على طاولتنا دونك ما تبعدوش استناو طاولتنا من بعد نرجع لك فاطمة يعطيك الصحة شيف نتعداو ديريكت بحذا رستم وكونفورتكس اليوم فاطمة باش نعملوا ريكاب على لي بروتيج اللي وعدنا بهم السادة المشاهدين اللي إن شاء الله غدوة الحية كما أنت قررت واخترت مناسبة رأس العام باش نربحوا زوز. أي إن شاء الله. فهمتني؟ البروتيج متلا نتاعنا كيما نشوفوا فيه البروتيج هذايا أولاً نحافظوا على المتلا نتاعنا وفي حد ذاته هو أونتي أكاريا أونتي بكتيريا. زاد فاطمة امبرميابل. تو الناس الكليكة ولات ماذا بها تسهر في بيت النوم نتاعها كونسومي كاس ما حاجة ألور لا باش تتكب ولا يصير لها حاجة. بروتيج هذا اكسلون ما ننساش تلوش لافابل هذا لافابل ما نحكيو على البروتيج هذا فما حاجه اخرى كان لاحظت شي فاطمه وقت تعمل واحد بروتيج يرقد يبدا يسمع كتخشخيش واحد بار كونتر هذا لا هذا ستان بروتيج دو باز كوتون فهمتني امبرميابل وحاجه غارونتي تعمل سوستينتيف احنا ان شاء الله غدوه الحي باش نربحوا واحد من الساده المشاهدين متر فوالا زدت ما كملتش يعني متر 90 متر 60 والاخر باش يربح متر 90 متر 20 نقولوا للساده المشاهدين حركوا روحهم بالقدا بالقدا اليوم اخر نهار باش يعملوا بارتاج ويعملوا جام على التصويره نتاعنا في باج كونفورتكس اللي بارتاجيوها وتاجيو ثلاثه من صحابهم وان شاء الله غدوه تيراج سور ونشوفوا شكون الرابحين ومازال برودوي كونفورتكس مازلنا باش نواصلوا ونزيدوا لي برودوي نتاع كونفورتكس ان شاء الله. ميرسي بوكو رستم بوهلال خلينا نخرجوا فاصل ونواصل. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة وتن البدر حضرناه سلة سلة محضر بطريقة تقليدية مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميجا 3 تن البدر صحة ونكهة وبنة عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر حارة
اوبا ده جامد يا عم نايس ممتازه بنينه رائعه حلوه بس حاره والله بس عادها قويه طب ميسي يا لو عسل الله حارة تحب تزيد زيد هذه تفيد حتى على شان الجو نفس النوبة استخدمه الجمال الطبيعي حاجة نلوج عليها الناس الكل وكي نقولوا جمال طبيعي ما نجم نقولوا كان بموج الطبيعي بخبرة سنين في مجال الكوسميتيك بيو ومع خبيرة الأعشاب منير غزيل بموج توفر لكم دي برودوي 100% ناتورال وطبعا كي نقولوا 100% ناتورال نقولوا pH نوتر سان بارابين اي سان كونسيرفاتور منتوجات مستخرجه من اجود انواع الزيوت والاعشاب النادره والطبيعيه مصنوعين بجوده وحرفيه عاليه ومحفوظين في افضل الظروف باش تراعي الصحه والسلامه بما تعطيكم الحلول السحريه والطبيعيه زوروهم في دو بوان دو فونت في تونس العاصمه المنزه الخامس نهج الخلفاء الراشدين وفي سوسه سهلول شارع ياسر عرفات اقامه ملكه يا مريتي يا دلولة ما كتحب في المابل تكون انتي لولة ها وانتر مابل في المواد المابل كل عادة مدلتنا وبالأسوام والتخفيضات محبلتنا في انتر مابل الأسوام والمدلات تكذب العين مرات